وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصلك كل الفيديوهات، وعلشان انا بجاوب على كل اسئلتكم في الكومنتات. وبليز بليز بليز خلينا نوصل الفيديو ل 5000 لايك، هكون مبسوطه جدا 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 لان دي حاجه كبيره بالنسبه لي. فلو انت بتشوف الفيديو انزل اعمل لايك وتعالى نطلع نكمل الحلقه بتاعتنا النهارده. طيب ايه هو الحل لو انا مثلا عندي ترهلات؟ خلينا نعرف انه الترهلات بتنقسم لجزئين. اول جزء اللي هي الناس اصلا اللي عندها سمنه في الوزن وبتخس، الناس دي اكتر الناس اللي بتلاقي عندها ترهلات في كل اماكن الجسم، في الدراع، في البطن، في الارداف، كل مكان بيبقى فيه ترهل، وده بيزعجهم وبيضايقهم بشكل كبير. تاني نوع من انواع الناس اللي هم السيدات، وخاصه السيدات الحوامل او المستنيه طفل، لان طبعا اثناء فتره الحمل البطن بتبدا تتمدد ويحصل تشقق، وفيما بعد يبقى ترهل وشكل مزعج جدا. فانا النهارده جايبه لكم حلين للموضوع ده، حل للسيدات وحل للناس اللي هي بتحاول تخس. اول حاجه نبدا بالست اللي هي حامل والست المستنيه طفل. مفيش حاجه اسمها ان انت بعد ما تولدي تدوري على كريمات للترهل او كريمات علشان تشيل التشققات او الكلام ده، لا، المفروض ان انت اثناء فتره الحمل تستخدمي كريم كويس علشان يعالج الانسجه اللي بتتقطع او بتتفتح دي ويعالج التشققات. افضل كريم انا جايبه لك النهارده كريم ممتاز جدا جدا، ممكن يكون يعني سعره غالي شوية في حدود 400 جنيه، لكن هو ممتاز وفعال والمفروض تستخدميه أثناء فترة الحمل كلها من أولها لآخرها، وتستخدميه مرتين في اليوم بشكل عكس عقارب الساعة علشان يعمل تنشيط للدورة الدموية في المكان اللي هو حوالين البطن. والكريم ده اسمه سيباميد أنتي ستريتش مارك كريم، هتلاقوه في كل الصيدليات وخاصة الصيدليات كبيرة. ده ممتاز جدا جدا في اول حاجة خلاصة زيوت طبيعية، في زبدة الشيا، في زيت افوكادو، فهو في مجموعة من الزيوت اللي بتساعد جدا في علاج الجلد، وخاصة الجلد اللي هو بيحصل له ترهل او تشقق مع تمدد اللي بيحصل اثناء الحمل. وبالتالي فان الكريم ده هتستخدميه زي ما قلت مرتين اثناء فترة الحمل كلها، مرة الصبح ومرة بالليل مثلا، وتستخدميه في عكس يعني لما تيجي تدهني في عكس عقارب الساعة علشان تعملي على تنشيط الدورة الدموية. وان شاء الله بعد الولادة هتلاقي ان نسبة الاسترتشات قلت بشكل كبير جدا، وبالتالي انت عالجتي الموضوع ده من اوله. طيب بالنسبة للناس اللي بتعاني اصلا من السمنة المفرطة او عامة الناس التخينة، وحتى لو مش سمنة مفرطة، اي حد تخين وبيبدأ ينزل في الوزن بيلاقي ان هو فيه طبعا ترهل بيحصل. وعلشان كده الحل انك تتبع 5 خطوات، والخمس خطوات دول ممتازين جدا جدا، هيفرقوا معاك في النهاية وهيبقى شكل الجسم مشدود ومش هيحصل ترهل بالشكل الفظيع اللي احنا بنشوفه. ايه هما بقى ال5 خطوات دول؟ اول حاجة تدرج فقدان الوزن، ان انت تنزل بشكل متدرج. يعني ايه؟ مثلا الناس اللي هي بتروح تعمل رجيم زي مثلا رجيم الخيار او رجيم البطيخ او رجيم البرتقان، يعني اي فاكهة بيعملوها كده ويفضلوا ياكلوا فاكهة معينة لمدة اسبوع او اسبوعين، اللي بيحصل ان هو طبعا الجسم بينزل كمية كبيرة جدا. اي نعم انت بترجعهم بعدين على طول اول ما بتوقفه، لكن النزول السريع جدا والنزول الفظيع في الوزن ده بيعمل ترهل شديد. عشان كده افضل حاجة ان انت لما تيجي تنزل في الوزن او لما تبدأ حمية غذائية او عايز تبدأ تدخل في نظام غذائي صحي، تنزل شوية بشوية بطريقة صحية، تمارينك، الرياضة بتاعتك، المية، كل الحاجات دي هتعمل نزول تدريجي. لكن النزول السريع من اكتر الحاجات اللي بتعمل ترهلات فظيعة، وعشان كده لو انت تعرف اي حد خس بسرعة او خس فترة طويلة هتلاقي جسمه ايده هتلاقي فيها منظر ترهل مش كويس جدا. فافضل حاجة التدرج في فقدان الوزن. تاني حاجة مهمة جدا هي ان انت اثناء فقدان الوزن يعني لازم يبقى فيه رياضة بالاوزان. الاوزان دي ممتازة جدا علشان انت مثلا لما بتيجي تنزل، لو يعني بتنزل بشكل مش صحي او مثلا بتنزل بسرعة او حتى بتنزل ببطء، الاوزان دي لما بتلعب بيها بتشد الجسم كله وبتقوي العضلات اللي من جوه وبالتالي بتشد الجلد.
تالت حاجة معانا وهي ان انت لازم تشرب مية كتير. المية بتعمل على ترطيب الجسم، والمية مفيدة جدا للأنسجة وللخلايا، وعلشان كده اقل حاجة تشرب 8 كوبايات مية. رابع حاجة بقى بالنسبة للأكل ان انت تعتمد اكتر على اكل البروتين. البروتين بيبقى مفيد جدا للعضلات وبيعمل على تقوية العضلات، وفي نفس الوقت هو حاجة صحية جدا للجسم، يعني مش مثلا كالوريز فاضية، لا، البروتين الجسم بيحتاجه. علشان كده تحاول تاكل بروتين كتير في اكلك، والبروتين مهم جدا جدا وهينفعك اثناء رحلة نزولك في الوزن. خامس حاجة هي الخضار والفواكه. لازم اثناء رحلة الدايت بتاعتك تعتمد بشكل رئيسي في الاكل بتاعك على الخضار والفواكه، لانهم مفيدين جدا جدا للجسم وبيخلوه رطب، وبالتالي برضو بيمنعوا الجسم من انه يكون فيه ترهل او يبقى شكله مش كويس. وبكده يبقى دي الحلول المنطقية لو انت بتنزل في الوزن تستخدم الخمس حاجات اللي انا قلتلك عليها. اتمنى في نهاية الحلقة تكونوا استفدتوا واكون قدرت اقدم لكم معلومات كويسة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في احسن صحة واحسن حال، واشوفكم في حلقة جديدة ومعلومة مفيدة. باي باي.